بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس العاشر من سلسلة دروس المكس المعماري راح نتعلم اليوم كيف نعمل الستارة. الستارة هي أول شيء مكونة من طبقتين، طبقة أولى متحركة، طبقة ثانية ثابتة. الطبقة الأولى اللي هي من جنب الجدار أو من طرف الجدار تتراكب بهالطريقة هاي فوقياً، تنفتح وتتسكر. اما الطبقه هاي راح تكون ثابته، بس طبعا ما راح نعتمد نفس الشكل، راح اعتمد شكل ثاني، الشكل اللي هو اللي نازل طريقه قوس ومربوط من الطرف، قوس مربوط من الطرف. اما الطبقه هاي فهي المتحركه اللي راح تكون مع مركبه على سكه معدنيه تمشي عليها. اذا خلينا نبدا في التوب بلان. راح احط بس بوكس مساعد الي واساوي هايد انسلكتد. راح افعل الجريد بوينت. انا حطيته بس مشان اعرف عرض الستارة او نصف الستارة، واعمل واخذ اللاينز، راح اخذ كورنرز وابدا ارسم الطريقه هاي. راح ارجع اكمل عليها رسم من هون عن طريق الايديت لاين، كرييت لاين. طبعا الظاهر انه انا برسمها بشكل منتظم، هي طبعا هي لازم ما تكون منتظمة الشكل هون هيك. راح اغير عليها بعدين طبعا عن طريق النويز والاشياء. اوكي، اذا بعد ما سويت الشكل الرئيسي انهايد اول، خلينا نحطه في مكانه ونشوف. راح احذف سيجمنت هاد وأقربها بهالطريقة هاي، خلاص ما عاد يسمي بوكس. أنا عم بس في هلا. طيب أوكي، راح آخذ البوينتس كلها، تحديد الكل كنترول A، وأعمل ريسكيل بهالطريقة. بس قبل ما أعمل ريسكيل راح أعمل لحم لهالنقطة، ويلد هالنقطة، وأحول النقط كلهم إلى كورنرز، بعدين سموث. ما صار سموث، أوكي كورنرز. راح أعمل لهم فيلت بهالطريقة هاي، هالنقطة إذا نحن رسمنا الـ 2D line تبعه. راح أرفعه عن الـ Z مسافة 10 سنتي، و اكسترود مسافة، خلينا نشوف، راح خليها تختفي ضمن السقف هاد. اذا 340، اخذ شوي السقف ومن التوب بلان احرك النقطتين هذول مسافة 20 على الاكس.
برجع للستارة. هون في عندي اختلاف في الوجه الرئيسي تبعه هذاك الطرف. إذا بعمل له convert to disable poly وبعطيه normals عشان يعكس لي الوجهين. برجع بعمل له convert to disable poly ومش smooth. هون راح اعمل شغلة، راح اضيف قبل المش سموث راح اضيف شوية شوية تقسيمات، نفترض 6 تقسيمات، واحدد الفيرتكس اللي تحت هذول واعطي نويز عليهم. أعطي نويز على الإكس 5 وعلى الواي 5 وعلى الزد 5. والإكس ما في داعي. أو واحد بتكفي، 2 هيك شيء. إذا هون اختفيت ورا السقف. اروح على المش سموث وانقص من سمكة بحيث اقدر احط قدامه الستارة الثانية واربع على الجدار اكثر. اوكي. وبنفس الطريقة برسم كمان ال الستار الثاني. راح اكتفي بهالمكان هاد، حاطيه اتاتش وادخل على الفيرتكس واعمل ويلد عند هالنقطة. النقط هدول كلهم كورنر واعمل لهم كمان شامفر بسيط. هم ما بيتغير شيء، بس ما في مشكلة، ما راح اهتم في الموضوع هذا، يعني راح نعطيه بالاخير مش سموث. اذا خلينا نحولهم كلهم النقاط الى كورنر. كمان نرفع 10 على الزد وبنطلع اكسترود نفس الشيء.
إذا الأوجه صحيحة هذا. أوكي، راح أضيف هال connections هال segments 8 وأعمل له convert to disable volume. من ال left view أو من ال right view راح أبدأ أعمل الشكل اللي شكل القوس هاد مربوط من هون بعدين بينزل. اوكي، راح احط انا خط استعين فيه لاين يعني بهالشكل راح يكون القوس تبعه. فبعمل بحدد هدول النقاط بهالطريقة نزل هدول و ببدأ برجع النقاط هاي. إذن هاي بدها تكبير، هيك لحتى ناخد شكل القوس تقريبا. اوكي، بيلزمنا بعض الاحيان نحط سيجمنتس زياده، فراح اضيف سيجمنتس تاني هون 2 سيجمنتس وهون 1 سيجمنت. والنقاط هاي كمان كالعاده اوكي. بس نحن مشان ما نتركها بشكل المفروض راح كمان نطبع عليها نويز. نويز بهالمنطقة هاي على النقاط
فوق النويز بنعطيها مش سموث. بس انا ما بدي اطبق غير على النويز، طبق فقط على النقاط هاي، معناتها convert to a table pulley. بعدين mesh smooth 2، يعني كان ممكن نقرب النقاط هدول اكثر، بس ما في مشكلة. unhide all كمان بنحطها بمكانها. رح اعمل شغلة باعتبار هذا الشباك في النص، فرح استفيد من البيفوت تبعه affect pivot only وشي هايد هاد، واعمل له center to object، بعدين align لهذا الشباك. اوكي، كمان نفس المبدأ ب لهاد center to object، بعدين align لهون right selection center to object. ايش الفكرة؟ مشان لما اعمل له mirror بهالطريقة مع كوبي كمان ميرور مع كوبي. طيب اوكي، راح ابدا اجمع النقط هدول عن طريق soft selection وزيادته. فكرة أن البانشري جزء بسيط من الشباك، اوكي. بقينا عندنا شقفة القماش اللي بتنحط هون، هي بتربط ال أظن شكلها طلع سيء، حاولت اوصل للفكرة هاي. بس ما في مشكلة، زين بيبقى عندنا هالقطعة هاي، فراح احط بلان شريط بدون اي سيجمنت، روتيت 90 درجة، و convert to a table pulley vertex
حدد الايدج هدول، نعمل روتيت راح اعمل كونكت هون واعطي بقى شيلز. شيل جابوا البولي كمان نقط دول كونكت عشان فور شيء بسيط. وانتو ومش سموث. يعني هي شكلها مو قماش بس المفروض نغير فيها بعض الشيء حتى تبين على اساس انه قماش. بس بهالطريقة بنكون سوينا الستاير والسقف هون، هو ما راح تبين السكة اللي شايلة الستاير، وبالتالي ما في مشكلة. إذا هاي راح تكون من النوعية الشفافة، وهاي راح تكون من النوعية المنقوشة. وفي الدرس القادم إن شاء الله بنكمل بقية القطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.